في يوم من الأيام إبراهيم ابن الأدهم ملك من الملوك، هذه ليست قصته وإنما هي قصتنا. كان قاعد في القصر مطل على الشارع وعلى البوابة، يلاحظ الناس يروحون يجون، شاف واحد درويش فقير ملابسه ممزقة يريد أن يدخل في القصر، والحرس يمنعونه ما يخلوه. يقول ليش ما تخلوني؟ يقولون أليس هذا خانا؟ هذا مو خان، أنا أريد أدخل في هذا الخان. الخان في الأزمنة القديمة مثل الفنادق المتواضعة في هذا العصر، خان المسافر يجي يقعد فيه ثم يطلع، هذا مو خان. قالوا شنو تقول؟ هذا قصر الملك إبراهيم ابن الأدهم. قال لا هذا خان. إبراهيم هواي تأثر، قال طلبوه. إجا قال شنو قلت؟ قال أنا ردت أن أدخل في هذا القصر ما يخلوني. قال شنو قلت لهم؟ قال قلت أليس هذا خانا؟ قال ليش تقول خان؟ قال يا إبراهيم، الدرويش قال له يا إبراهيم هذا القصر قبلك كان لمن؟ قال كان لأبي. أبوك قبل لمن كان هذا القصر؟ قال كان لأبيه. أنت تبقى إلى النهاية في هذا القصر؟ لا. واضح. لمن ينتقل هذا القصر؟ قال لولدي. قال أليس الخان هو هذا؟ هذا مو معناته خان؟ خان يعني شنو؟ يعني ليلة مسافر يجي ثم يذهب، ليلة ثانية مسافر ثاني يجي ثم يذهب، هذا معنى الخان. هذا خان. الكلمة دخلت في قلبه. حقيقة إحنا الآن إذا رحنا إلى فندق أصلا عندنا علاقة بذلك الفندق. أنتوا رحتوا إلى مشهد لزيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه، بقيتوا في ذلك الخان في ذلك الفندق ليلة واحدة، أصلا عندك علاقة بهذا الفندق؟ لا، لأن تدري أن هذا الفندق مو مالك، أنت ضيف هنا ثم ترحل. إحنا في أملاكنا في بيوتنا في ثروتنا هكذا. إذا الإنسان تتكشف له حقيقة الدنيا وأن ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هالشكل نظرته، يتعامل مع الدنيا لكن ما يتفاعل مع الدنيا. الكلمة دخلت في قلبه في منتصف الليل. طبعا هو قرار صعب، واحد يتخلى مرة عن كل شيء. نزع ملابس الملوكية وتخلى عن كل شيء ولبس المسوح، يعني الملابس البالية، وهرب من القصر، راح يتعبد الله سبحانه وتعالى إلى أن مات. وله قصص كبيرة وكثيرة مذكورة في التواريخ. على كل حال الإنسان إذا من البداية لاحظ هذه الحقيقة أنه هذه الوجودات، أن هذه الأهداف، أن هذه الطموحات كلها إلى نفاد، كلها إلى انتهاء، قلب بعد ما يتعلق في هذه الدنيا،